قرأها. هذا المبحث الأول، السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، وهي ثماني سور دل عليها الأحاديث الصحيحة، وكل ما سنذكره هو أحاديث صحيحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الإسراء كما صح من حديث عائشة، والسجدة والزمر، وحديثه صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وكان يقرأها قبل النوم عليه الصلاة والسلام. سورة الملك هي السورة الرابعة، وقال عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى وقال من قرأ حين يأوي إلى فراشه قل يا أيها الكافرون كانت له براءة من الشرك، وكان آخر ما يقرأه من القرآن هي قل يا أيها الكافرون. ثم بعد ذلك الإخلاص والفلق والناس. نعيد مرة أخرى: الإسراء، السجدة، الزمر، الملك، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس. هذه 8 سور النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما تتأمل في مثل هذا وتعد كم عدد الآيات في ذلك، كم المجموع؟ هذا يكون النبي ما ينام حتى يقرأها 267 آية.